لكن دلوقتي لا، هقعد واي لعبه هشوفه انا بايع عليه روحي ومن غير سلام. سناء الحق الواد ابتدى يعك. اقعدي مكانك، اللي زيك حدانا في دشنا بيذبحوها. لكن دلوقتي وبعد ما قلت لي كل حاجه بقول لك انك تستاهل الذبح لو فرطت في حقك. اسمع يا ياسمين افندي، الحرمه دي تخصك عشان دي وليه وملهاش حد يقف قصادك. يا ابراهيم انا عاوز بقول لك ايه، ما تفتحش بوكك بالكلام عشان عارف انك هتكذب، وهي قالت لي على كل حاجه. انت قلت له ايه؟ هكون قلت له ايه يعني؟ قلت له على اللي حصل. نعم قلت له اللي حصل. امال كنت عايز نعمل ايه؟ هفهمه ان انا هتجوزه وفي الاخر اضحك عليه واتجوزك انت؟ اه صعب عليكي طبعا. طب وهو ذنبه ايه؟ احنا اللي ضحكنا عليه وهو لا طال ابيض ولا اسود، حتى اللي كان متعاشم فيه وهم. ومين قالك بقى ان انا هتجوزك؟ ايه هو الوعود اللي وعدتها لي دي كلها ايه؟ وعود ايه بقى يا سناء هانم؟ كده يا سمير؟ كده وابو كده كمان، وإذا ما كانش عاجبك اتفضلي. طيب يا سمير إما خليتك تندم. اتفضلي برا برا. هدي نفسك يا سمير، هدي نفسك. أثر على عصب الإبصار. ممكن من غير ولا كلمة تنفذي اللي هقولك عليه؟ أيوة حبيبتي، أموري أموري عايزة يا حد. من فضلك يا ماما، أنا مش قادرة أسمع أي صوت جنبي، يا ريت تسيبيني لوحدي. معقولة تسيبيك يا بنتي؟ أعملي معروف يا ماما، أنا مش مستحملة أي حد جنبي، أرجوك اخرجوا وسيبوني، أرجوك يا ماما. Thank you.
عايزة حد جنبي، مش عايزة شفقة، مش عايزة عطف من حد، مش عايزة حاجة، مش عايزة. يا رب سلوى اتعمت. عارف يعني ايه اتعمت؟ وانت ما قلتليش ان ده كلاته هيحصل. ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ الله، يعني انا كنت عارف. لكن اهو حصل، يبقى احنا السبب، احنا المجرمين. يا ابو خليل الموضوع كبر في دماغك قوي. صبر عليك، صبر عليك. دكتورة شابة زي دي يحصل لها اللي حصل لها ده كلاته من غير ما تأذي اي حد فينا، مش صعبان عليك؟ طبعا صعبان علي، وانا مش بني ادم يا اخي. والله ما انا عارف انت ايه. انا متألم زيك بالظبط، ويمكن اكتر منك كمان، لكن الفرق بيني وبينك ان انا انسان واقعي. يا سلام، واقعي. ايوه يا سيدي واقعي. حوادث العربيات بيموت فيها كام الف بني ادم كل سنة، مين المسؤول عنها؟ اللي بيسوق العربيات؟ ابدا، ده قضاء وقدر. الزلازل والبراكين بيموت بسببها كام واحد كل سنة؟ ها؟ مين مسؤول عنهم؟ ولا حد، ده نصيب. دكتورة سلوى نصيبها كده. نصيب؟ نصيب ايه ده اللي انت بتتكلم عنه؟ احنا زي ما نكون رمينا قنبلة في وسط السوق، اي حد ينضر منيها يبقى مين السبب؟ احنا ولا النصيب؟ امال ساعه ما رمينا القنبله كنا فاكرين هتعمل ايه؟ هتنزل ورد على دماغه الناس؟ نصيب ايه يا سمير افندي؟ نصيب ايه يا ابراهيم؟ اهدى بس وروق نفسك. عيبك انك حساس اكتر من اللازم. عيبي هو عيب ان الانسان يبقى انسان؟ ده بقى عيب دلوقتي؟ احنا كلنا قبضنا التمن، تمن شبابها ومستقبلها، تمن بقية عمرها. واني انا كسبت ايه وطلعت بايه؟ بدلة موضة جبتها لي هدية، واني كنت فاكر انها هدية بحج وحقيق. اتريها تمن ندالة، تمن عينين الدكتورة سلوى، تمن عينيها. يا جدع انت ما توديناش في باقي. الله، احنا كلنا لازم نروح في 60 داهية. اوكي، افرض ان احنا الثلاثة خدنا اعدام، ده يرجع النظر للدكتورة سلوى؟ لا طبعا، وبكل اسف. عشان تصدقني لما اقولك ان ده نصيبها. نزل يدك عني. حاضر يا ابراهيم، انا صاحبك وحستحملك برضو. خد، سيب المدعوجة دي، انا هولع فيها بجاز. يا جدع انت راوق بقى، ما تزيدش فيها قوي كده. انا عارف ايه اللي منرفزك، انت متنرفز لسبب تاني خالص، وانا عارفه. ده انا سمير. سبب تاني يعني ايه؟ ده انا صاحبك وحبيبك، صاحبك سمير اللي بيلغيك. اقعد بس وراوق دمك. تشرب شاي. يا مدبولي، مدبولي، ايه يا سي مدبولي؟ انت مش سامع الجرس ومش سامعني وانا بندهلك؟ موجود وسامعك كويس. ايه سامعك كويس دي؟ قصدك ايه؟ قصدي اني موجود وسامعك كويس. نعم، اوامر السياده. ما تشتغليش، روح هات شاي تقيل للاستاذ ابراهيم. يلا. نروح نجيب شاي تقيل للاستاذ ابراهيم. بس كنت عايز اقول
حاجة يا ساعة البيت. اعمل لك شغلانة بقى. نعم. بنت الناس الغلبانة اللي اتحرمت من نور عينيها دي مش واجب برضو يعني كلنا نروح نزورها؟ لا لا. ليه؟ مفيش مروءة؟ مفيش انسانية؟ مفيش واجب كمان؟ الله، انتوا هتعملوا لي شغلانة انتوا الاتنين ولا ايه؟ على ما تفهموني بقى. الله، ما كانتش شغلانة دي. انا قصدي يعني لما هنروح لها كلنا ونزورها وحنقعد نرغي معاها ونتكلم، ده طبعا هيتعبها لان كل واحد فينا هيطلع بكلمه. والكلام طبعا يخوف. انا قصدي يعني كلمه عطف، كلمه شفقه، ده طبعا هياثر عليها نفسيا. فانا قصدي يعني ان انا هروح بالنيابه عنكم كلكم وهاخد لها بوكيه ورد باسمكم كلكم كانكم عملتوا الواجب. ايه رايكم؟ مش صح يا مجبولي؟ والله الواحد ما بقى عارف ايه الصح وايه الغلط في الزمان ده.